اهلا بيك عزيزنا المشاهد في حلقه من حلقات قناتنا قناه عصافير الزينه. النهارده هنتكلم عن 10 نصائح بنقدمها لهواه تربيه طيور الزينه، ابقى معنا. اول نصيحه، ما تفتحش باب البياض على فروخك في حاله وجود تيار هواء او في حاله وجود مصدر صناعي للهواء زي المروحه او التكييف، لان ده بيصيب الفروخ بنزله برد قد تؤدي الى وفاتهم. الحاجة التانية، بتهتم بغسيل مساء الطيور بمعدل مرة في اليوم باستخدام محلول الديتول المطهر، تضيفه الى ماء الغسيل وتغسله باستخدام فرش اسنان وتغير المية وتقدمه لطيور الزينة عشان تجنبهم الامراض المعوية. الحاجة التالتة، ما تستخدمش مجسم معدن ولا مجسم بلاستيك، بل استخدم مجسم خشب او من فروع الاشجار عشان ده بيساعد الطائر على اتمام عملية التزاوج او التخصيب. كمان الطائر ما يتحرمش من حك منقاره بالمجسم الخشب، لان استخدام المجسم البلاستيك او المجسم المعدن بيحرم الطائر من حك منقاره وبالتالي بيصاب بمرض المنقار الصنارة. الحاجة الثالثة، عند تزويج البادجي دع الذكر يمكث في قفص تزاوج مدة أسبوع بحيث يرى الأنثى، ثم تقوم بإدخال الأنثى عليه حتى لا يتم الشجار بينهم، وقد تصيب الأنثى الذكر في حالة وضعها أولا في قفص التزاوج. الحاجة الرابعة، أن تهتم بوضع نشارة داخل البياضة باستمرار وتغير النشارة في حال وجود فروخ عشان ما تصابش الفروخ بالبلل، وعشان البيض ما يحصلوش تراكم للفضلات على قشرته وبالتالي يصاب بالكبس. الحاجة الخامسة، تهتم بغسيل الخضروات عند تقديمها لطيور الزينة بالماء الجاري مضاف إليه معلقة من الخل عشان يتخلص من الطفيليات والميكروبات. الحاجة السادسة، ما تقدمش خضروات لطيور الزينة في حالة وجود فروخ أقل من أسبوع، لأن ده يصيب الفروخ بالإسهال وقد يؤدي إلى نفقهم. الحاجة السادسة، إن قدمت خضروات لطيور الزينة قدم في مسقة المية 5 نقط فلاجيل على نص مسقة المية عقب أكلة الخضروات اللي بتقدمها لطيور الزينة، لأن ده بيساعد على قتل الطفيليات والميكروبات اللي قد تكون عالقة بالخضروات. الحاجة الخامسة، إن أصيب عصفورك بالتشحيم قلل من تقديم الفلارس، لأن الفلارس من المواد الدهنية. قلل من تقديم بذر الكتان لأنه من المواد الدهنية. ما تضيفش لجوز العصافير إلا معلقة طعم كبيرة من الحبوب في اليوم، وارفع عنهم البيض بالبقسماط. الحاجة السابعة، ما تزوجش ذكر وأنثى البادجي قبل بلوغهم 8 شهور، رغم انهم ممكن يتجوزوا في سن 6 شهور عشان اكتمال اجهزتهم وعدم احتباس البيض في بطن الأنثى. الحاجة التامنة، عند فتح العش قم بالطرق الخفيف على باب البياضة حتى تخرج الأم بسلام دون أن تدهس أحد الفروخ نتيجة زهرها أو خوفها أو تؤدي إلى كسر البيض. الحاجة التاسعة، قدم غذاء متوازن ما يعتمدش على الحبوب فقط بل يعتمد على الخضروات والفواكه. الحاجة السادسة، ضع إناء للاستحمام عشان العصافير تقوم بالاستحمام خاصة في الفصول الحارة، ده مفيد جدا للريش ونظافة الطائر. الحاجة العاشرة والأخيرة، بالنسبة للمحار أو عظام السبية قبل ما تقدمه تخلص من
اللون الأصفر واللون الأسمر الموجود فيه، لأن ده عفن وميكروب ومواد سامة. وبعد كده تغسله بالماء والخل وتنقعه لمدة يوم، وبعدين تعرضه للشمس 3 أيام حتى يجف تماما، ثم قدمه لطيور الزينة عشان يبقى مصدر للكالسيوم آمن. إن عجبك الفيديو دعمنا بلايك، اعمل اشتراك للقناة عشان تصدق كل فيديوهاتنا. هنجاوب على كل الأسئلة والاستفسارات اللي هتصلنا. إلى اللقاء في فيديو آخر. صبري أمين من قناتكم، قناة عصافير الزينة.